مع العشوائية في العمران المدينة، وعليه يكون مدروسا جيدا في جماعة الترابية ووفق معايير تحترم التوازن البيئي، وذلك بالإكثار في المجالات الخضراء عند كل مخطط لتهيئة الحضرية بالمدينة وعدم الأضرار وعدم الأضرار بالمجالات الزراعية الحيوية، كذلك إعادة تأهيل أحياء المدينة القديمة بالحومتي باب الشريعة باب الواد والشريعة، وذلك بصيانة مبانيها وأضرحتها ومعالمها التاريخية والمعمارية، وإعادة تقليد دواليبها وصباغتها بلون مناسب مع تاريخها، مع اهتمام بالأغراس والزهور بها، وإقامة سقايات دليج تقليدية في الباحات وأهم حواليها. أصبح ملحا لتحيين صباغة مباني المدينة وتوحيدها والرجوع إلى اللونين التي كانت تعرف بهما، وهو اللون الأبيض المكسور بلونكاسي القصر الكبير، واللون الأجوري على شاكلة بناية مدرسة ابن خلدون الابتدائية. وقد وضعت جمعيتنا طلبا بهذا الصدد إلى المجلس الجماعي.